ايوا اليوم واحد الجو عائلي جو غزال ما شاء الله. جيت انا ووالديا ووليداتي لسيتي ووك نغيروا شويه الجو. والديا راه ما جالس داك الكوفي اللي هالداخل ماما راه تتنيش ليكم. فبغينا نغيروا واحد شويه الجو بدل ما اننا نمشيو لداكشي اللي دائما كنمشيو ليه للقريه ولا شي بلاصه اخرى. فقلنا نجيو اليوم لسيتي ووك نشمو الهواء نجلسو نتقهوا بينا مع راساتنا واحد يغير جو ويعيش حياته. هادشي اللي كاين اليوم مع الشيفوره ديالنا لاله ريم. جو رائع صراحه هنا في السيتي ووك، يعني جو كل العوائل عرفتوا. هذا احلى حاجه. من بعد غادي يبداو يديروا داك الشو هنايا وهادشي اللي كاين اخواتي. نغيروا جو جينا لهاد الكوفي هنايا. اهلا الوالده. قلنا شويه غنبدلوا شويه والله ياك نبدلوا شويه الروتين هي الواحد يغير شويه نفسيته يغير شويه الجو يغير. والله حنا شحال هذه غبرنا عليكم والحمد لله اللي فطيكم الله يحفظكم. الحمد لله. ومعنا الوليد ماي فادر منور. كيسولوا عليك المتابعين ديال الميزه ديما كيسولوا عليك. قولي شي كلمه زوينه حقهم قول عليهم هما المتابعين. السلام عليكم بخيرين. شحال لاباس كل شيء بخير في امان الله. صحه لاباس صحيحين وليدات لاباس انتم السمك واش بخير. الله يبارك يا شكرا الاخير. انت اللي محافظين على الاصاله. انا ما محافظاش على الاصاله. طالبه كابوتشينو قادو دجاج. الله قال لك قلب واش قلب قلب واش قلب. او ماي جاد خواتي قالت لي او ماي جاد. الله اخدي بدون شو تبين. الله انا ويتي يو وانت يور فورك. يلا يو كان هاف يور فورك اند ايت. انا ويتي بسم الله ريما. الوليد ما عندوش مع الحلاوه العيد. هي هذيك مع اتاي الوليد نيشان كمل يا المورال مزيان وطلع اختي المورال مزيان و راه درنا الريجيم صافي. نقص من الحلاوه هذا هو اهم حاجه. نقص من الحلوه نقص من شحال من حاجه. صحه وراحه نخلف كل شيء ان شاء الله. انتم مزيان كبي لينا اتاي قال. الله ريما شنو اختارت؟ وات از ذيس ريما؟ Hello Kitty. Hello Kitty. This is your favorite, right? Yeah, it's this. Yala, you will color. Yeah. You will color now. Okay. I open for you. Yeah. Inshallah. أنا جيت العيادة أول حاجة غادي يحطوا لي الأملة هذاك الكريم اللي ما تتحسوا حتى شي حاجة باش الدكتورة تقدر تنجيك. شوف نقول لكم واحد النصيحة مني أنا لكل بنت تشوف هذا الفيديو. عندك أختي مشكل الوردية ما عليك إلا أنك شوفي دكتور أخصائي في الجلد هو اللي غيقدر يغير لك. أما شي خلطات شي كريمات ولا تخربيق بحال تسخوي الماء في الرمل. باش نكون معاكم صريحة يعني إنسان يهضر يهضر بالضمير. إحنا إنفلونسرز يعني إحنا خاصنا نكونوا واقعيين وصريحين وما نكذبوش على المتابعين ديالنا. نقول لك أختي هاد الخلطة حيدت لي الاحمرار ولهاد الخلطة مشكل الوردية مشكل جلدي مرض جلدي نادرا في ناس قلال يعني مش كل الناس يقدر يجيهم. بس المشكل هو ان هذا المرض هذا بالضبط مستحيل شي كريم ولا شي حاجة اخرى تحيدو لك من غير كريمات الخاصة بالروجيسيا. يعني مثلا انا عندي في الدار ان شاء الله نوصل نصور لكم الكريم اللي عندي هو الوحيد اللي كيعالج الروجيسيا. ليش؟ اول حاجة انا خديته غالي. اخر مرة كان وقيلا بشي جيل 500 درهم اماراتي هي 1200 درهم مغربية. بس شنو هذا خاص للروجيسيا يعني انا فرق في بشرتي فرق شاسع. دابا راه الكاميرا ما فيها لا فلتر لا والو كتشوفوا الحقيقة. فهادشي اللي كاين اخوتي هذه النصيحة اللي بغيت نقول لكم. وجيت عند والدي شو كيقول لي الوالد دارك هذه وفي الجوع الوالد باش ما تعطيهم من ناكلوا. ماما البركة تخربق في الجوع خويا. ديروا معايا شي حل اللي بغيتي اجي نعطيك الدار كامل ديري فيه اللي بغيتي. الله يبارك فيك. الله يرضى عليك. كي داير مع الصحة؟ الحمد لله مشكور. هاني انا والله العظيم منور.
كنسولو لهم كنسولو لكم بخير وعلى خير، ومن كنمشي عندكم راه كنشوفكم، ملي كنجيو هنا راه كتجيو عندنا. اخويا راه عزيز عليك هاد الدار، ما تخرجش من هاد الدار. لا لا جيت لعندك. كبيده والكبيده والكبيده. ماذا تصنعين؟ الله اكبر ولله الحمد ما شاء الله. واش هادشي شنو هي؟ هي البروفيت. اي اي غنديرو بلا لي بات. باغا نديرو كراتان ساعد لك شي نعمل لا اش ماشي نقول لك. والله شنو هي هذه الخبز؟ الله هادرات تغدي قبيله وتجيها قليله. الله يعطيك الصحة. والله على الغدا شحال بنين. الله يعطيك الصحة الوالدة. خاصك تقولي لنا الطريقة ديال هاد السلاطة لأنها واعرة. بصح فيها المون، فيها واحد النسمة غزالة الصراحة ديال فيها. لاصوص فينيكريت. فينيكريت هادي هي لاصوص اللي قارية. هاي تعلمتها مع البار. الله يذكرها بخير. الزنوبة ديالي وما عرفتها فين وصلت مسكينة. شوف هاد البلاصة في الخماني شحال واعرة. اسميتها لاست اكزل. رائع صراحه. شوفوا دايرين الالعاب الوليدات وهنايا الوالدين يقدروا يرتاحوا. غزاله ما شاء الله. وركبت انا والدراري في هذا التران صراحه زوين. الجو رائع. شوف الله تاكلينا وسالينا عاد تفكرت نصور لكم. بس الكيمات كانوا رائعين صراحه. وكراك نسخنوا به العظيمات لان فعلا البرد البرد البرد. يامي ماما يامي بالعافيه الحبيبه ديالي. يكمد العظيمات والله الا يكمد العظيمات مع هاد القيمات هادو ومع الكنيسه. الكنيسه واعره الصراحه. المنظر رائع. شو الوالد الوالد كيشوف عجبو الحال. شوف الدنيا صراحه دايرين كل حاجه دايرين ليها سيريان. وداكشي سامبل في اخبار. هنا خوتي عاد جيت مشيت جبت باسبور الحمد لله. واخيرا واخيرا جاء الحمد لله تعالى. دابا عاد رجعت فيها الروح ملي الباسبور يتبدل ولا كارت ناسيونال تبدلات تبارك الله. ولات ديك لاكارت جديده قال لك كدير واحد الكود باش حتى حد ما يقدر يشوف المعلومات الشخصيه ديالك. يعني تبارك الله بلادنا غاده في تطور. بغيت نقول واحد الملاحظه اللي عجبتني بزاف 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 بزاف. اليوم انا في القنصليه شكون اللي كنشوف لتحت؟ القنصل العام للمملكه المغربيه بنفسه واقف على المواطنين المغاربه وكيشوف كل واحد اشنو ناقصه. انا شخصيا طرا معايا هادشي مش مجامله، بالعكس كنقول شنو شافت عيني. يعني ما شاء الله عليه واقف، يعني ما عنده ذاك البروتوكول على انه قنصل ولا لا، نهائيا حاله حال كل موظف في القنصليه. فهاد الشيء هذا كيشرفنا بزاف وكيفرحنا بزاف وكيسعدنا بزاف ان يكون عندنا نفس هالناس الكفء اللي كيستاهلوا. انا نقول فيهم كلمه الحق وانا نقول فيهم كلمه اللي يستاهلونها. فهذا هو احبابي. الحمد لله الحمد لله. واخيرا جاء واخيرا. راحتي كبير صح الحمد لله. دابا نقدر نسافر على راحتي. باسبوري الحمد لله وصل. الاخر مسكين تقبو عادي، هو عادي القضيه هذه اللي تيخرموا الباسبور من هنايا، بس بقى فيه الاقامه ديالي بقى 3 سنين فيها. بدل ما انني نديرها في الباسبور دي نبدا نهز معايا هذا فين ما مشيت. فهاد الشيء اللي كاين اخوتي. هنا غنوصل معكم نهايه هذا الفيديو. كنتمنى ان شاء الله هنا الاعجاب ديالكم. خليكم نمشي اختكم تابعاني القرايه والحفاظ. نشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد على قناتي ميزا بلوك. مع السلامه.